والآن مشاهدينا الكرام نفتح مع حضراتكم نافذة اقتصادية. أخبار المال والأمال في نشرتنا في نشرة التاسعة يستعرضها لنا زميلنا محمد عبد الله. شكرا مصطفى وشكرا لها. إلى أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أهمية استمرار جهود تحسين وزيادة الإنتاج والإسراع بتنفيذ خطط العمل التي أقرتها اللجنة العليا للإنتاج. جاء ذلك خلال ترأس وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الدوري للجنة العمليات المتكاملة للإنتاج البترولي لمتابعة أعمال اللجنة المتكاملة بالصحراء الغربية فيما يخص تقدم أعمال خطط تحسين إنتاج الزيت الخام بشركة العالمين ومارينا والواحة للبترول. ولفت الملا إلى أن الإجراءات الجارية للتكامل بين عدد من الشركات العاملة في الصحراء الغربية تستهدف تحسين الأداء الإنتاجي بالمناطق وزيادة كفاءة الإنفاق وتعظيم وتكامل استغلال البنية التحتية القائمة. ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية استقبلت 254 سفينة متنوعة خلال نوفمبر الماضي بإجمالي حمولات بلغت نحو 4.6 مليون طن. وأوضحت المنطقة الاقتصادية أن موانئ شرق وغرب بورسعيد شهدت تداول 348,292 حاوية مكافئة، لافتا إلى أن ميناء غرب بورسعيد استقبل 29 سفينة حاويات بطاقة محققة بلغت 335,615 طنا و 28,005 حاويات مكافئة. وأشارت إلى أن ميناء العريش البحري استقبل 20 سفينة لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 98,714 طنا. وكانت المنطقة الاقتصادية قد عززت إمكانيات موانئها من خلال تقديم حزمة خدمات للسفن بمعايير عالمية. قلص بنك جولدن مان ساكس توقعاته لسعر خام برنت في 2024 ب10 دولارات للبرميل إلى ما يتراوح بين 70 و90 دولارا، مشيرا إلى أن الإنتاج القوي من الولايات المتحدة سيخفف من أي ارتفاع في أسعار النفط. ويتوقع البنك الآن أن يصل برنت إلى ذروته عند 85 دولارا للبرميل في يونيو 2024، وأن يبلغ في المتوسط 81 دولارا أو 80 دولارا في 2024-2025 مقابل 92 دولارا في توقعات سابقة. ارتفعت أسعار النفط 1% مدعومة بانخفاض الصادرات من روسيا وزيادة المخاوف من انقطاع الإمدادات جراء زيادة الهجمات على سفن في البحر الأحمر وباب المندب. وزادت العقود الأجلة لخام برنت 69 سنتا إلى 77 دولارا و24 سنتا للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتا إلى 72 دولارا و8% سنت للبرميل. وباب المندب هو أحد أهم الطرق في العالم لشحنات السلع العالمية المنقولة بحرا، وخاصة النفط الخام والوقود من الخليج إلى البحر المتوسط. توقعت مؤسسة مونزير النمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية بين 3-4% سنويا حتى عام 2030. وذكرت المؤسسة أن هذا النمو المتوقع سيدفع بالاقتصاد غير النفطي ليشكل نحو 56% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. في المقابل توقعت مودز أن يكون نمو القطاع النفطي بين 0.5 نقطة مئوية و1.5% بعد عام 2025. وتهدف المملكة إلى تنويع اقتصادها للاستعداد لعصر ما بعد النفط، وهو ما دفعها لإطلاق رؤية 2030 في 2016. نهاية أخبار الاقتصاد من جديد، أعود إلى مصطفى ميزار وأستاذ ونهى. شكرا لك محمد عبد الله على هذا العرض الاقتصادي.